السلام عليكم، معكم الزبير عميمي، فنان مسرحي وممثل سينمائي وتلفازي. كيف كتلاحظوا حنا الان كنتواجدوا في واحد البلاصه اللي هي كيف ما كنقولوا القلب النابض والنواه ديال الحي المحمدي. هذه المنطقه هذه اللي كنقولوا شارع الشهداء، حنا كنتواجدوا في شارع الشهداء. كيف ما كتلاحظوا معايا كاين هنا سينما السعاده، هنا كاين دار الشباب الحي المحمدي اللي هي دار الشباب الام في المغرب، وإلا مشينا شويه ودرنا راه كاين تيران الحفره اللي كنقولوا ليه تيران الاتحاد البيضاوي اللي هو المعقل ديال الاتحاد البيضاوي. غتبقاو معايا غنعرفوا شي حويجات بزاف على الحي المحمدي، ما تزابيوش. هذه دار الشباب الحي المحمدي، كيف ما قلنا من قبل هذه دار الشباب الحي المحمدي، دار الشباب الام في المغرب. وهاد دار الشباب هذه كانت عندها واحد الاهميه كبيره وكبيره جدا. علاش؟ لان جل الاجيال القديمه اللي دازت واللي شكلت واحد الوقيته ديال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات لحد الان. واحد الاجيال ديال 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 الممثلين وديال المثقفين وديال الرياضيين وديال المفكرين انطلقوا من هاد دار الشباب هادي. هاد دار الشباب هادي اللي كنشوفوها الان انا كنعتبرها، كنقول دائما هي دارنا القديمه، انا كنت كنقولها دائما. ودابا راه كنتكلم دابا يعني كنستحضر دوك الذكريات ديال الطفوله اللي دوزنا في دار الشباب من خلال الجمعيات اللي كان عندها واحد الوزن كبير. وكتلقى الجمعيه عندها قانون ديالها والالتزام، وحنا كنا كاطفال يعني الا غادي نحضروا لشي حصه في دار الشباب راه واحد المتعه كبيره كتحس بها انك جاي لدار الشباب. متعه ما لا تضاهيها اي متعه ديال دابا، لان بحيث انا كلشي انضاطر. وكنتذكر هذوك الحصص ديال الصباحيه ديال نهار الحد اللي كنا كندوزوهم هنا، وداك العلاقة اللي كانت عندنا مع المؤطرين ديالنا، وكيفاش أننا كنا كننظروا لهم أنهم كنا كننظروا لهم ك ك ك كإخوان ديالنا كبار، وكانوا كيمثلوا الدور ديال الأب. الأب كان كيلعب الدور ديالو في الدار، والمؤطرين اللي كانوا عندنا هنايا كانوا يعني كنا كنحتارموهم، وحتى كاع إلا تلاقينا معهم في الزنقة راه كنشوفوهم وكنتخباو. هذه مجموعه الحوايج اللي كنشوفوهم في هاد العشريه الاخر يعني انضاطرت. حتى ذاك الدور اللي كانت كتقوم به دار الشباب ديال من تثقيف ومن تربيه ومن تكوين ديال الاطفال في اطار لا في اطار التمثيل لا في اطار المسرح لا في اطار الفنون التشكيليه لا في اطار الرياضه. هنا راه كانوا تبارك الله كانت عندنا فرقة ديال كرة اليد هنايا، فرقة ديال الملاكمة، عندنا فرقة ديال الباسكيت، راه ما شاء الله كانوا شي حوايجات هنا زوينين يعني مني كتذكرهم كتقول مع الأسف. دابا حنا كنتواجدوا في بلوك شمان دي فير، كما كانوا كيقولوا لي ما كيقولوش لي شمان دو فير. هذا البلوك هذا هو من الاحياء العريقه في الحي المحمدي، كانوا بحيث كانوا جل المنازل اللي كانت هنا كلها كما كنقولوا سفليين، حتى من بعد هذا طلعوا الدوزيام ايطاج تخوزيام ايطاج الى اخره. هنا كتواجد عده عائلات عريقه ديال الحي المحمدي. على سبيل المثال حنا كنتواجدوا قدام واحد المنزل كان كيسكن فيه واحد السيد الان راه مستشار ديال وزاره الخارجيه، وهنا تزاد اول مدير ديال لو شومان دو فير تزاد هنا، راه ولد هذا البلوك هذا. يعني هاد الحويجات هادو اللي كنشوفوا من خلال الى شفنا مثلا ذاك الفيلم ديال الحصله كنلقاو ان بزاف المغالطات دارت على الحي المحمدي، اتخذت واحد الصوره نمطيه وصوره يعني صورة بائسة على الحي المحمدي. راه الحي المحمدي راه ما فيش غير الناس اللي حاصلين كما كنقولوا، لا راه كاينين الناس واصلين.
راه ما مشيتوش عند اهل الفن، مشيتوش عند اهل الثقافه، ما مشيتو عند اهل الرياضه. راه الفن راه الحي المحمدي راه كان سباق في واحد مجموعه الحوايج. راه اول ميداليه في الالعاب الاولمبيه راه مولا عاشق راه تيسكن هنايا، اول فرقه ديال الحي المحمدي ديال المسرح تاسست في المغرب، الاتحاد البيضاوي الطاس. الا بغينا نهضروا على الاتحاد البيضاوي راه خاصني انا ناس يكونوا كبار مني باش يقدروا انهم يدوا على الطاس. انا عرفت فيه غير شي حويجات، ولكن الاتحاد البيضاوي الاتحاد البيضاوي للحي المحمدي من خلال هذا الشريط هذا اللي هذا الشريط الوثائقي اللي شفناه، راه تم طمس الهويه، راه تم طمس هويه الحي المحمدي. الحي المحمدي راه من رابع الاحياء العريقه اللي كاينه في الدار البيضاء. انا ما ننكرش هاد الظواهر اللي تم التناول ديالها في هاد الفيلم هذا، راه كاين في جميع الاحياء في كازا. علاش بالضبط الحي المحمدي؟ يعني جيتوا للحي المحمدي، الى جيتي للحي المحمدي راه خصك تهضر على الاتحاد البيضاوي، راه خصك تهضر على مسرح الحي، راه خصك تهضر على المشاهب، تهضر على التقاده، تهضر على ناس الغيوان، تهضر على المسناوه، تهضر على الثنائيات اللي دازوا بالحي المحمدي، عجيل فلان، ثنائي الصداقة، عبد ربي، ثنائي الفراجة، بزاف الحويجات. يعني كاينين واحد المحطات في الحي المحمدي يعني بحال تزاباو، ما بغيناش ندوزوهم. لا، الحي المحمدي راه خاصو يبان بالصورة الإيجابية ديالو. الرسالة ديالي أنا للقائمين على الشأن، شنقول الشأن الثقافي، الشأن الاجتماعي، التفتوا شوية لهذا الحي المحمدي، لأنه راه إلا بقى غادي بهذا الشكل راه سيطوله النسيان. راه لا يعقل أن حي مرجعي، كنقولوا حي مرجعي، يتم التهميش ديالو بهذه الصورة هذه. فأنا كنوجه نداء حتى المنتخبين الجايين ان شاء الله، واللي غادي يصوتوا عليهم هاد الساكنه هادو ديال الحي المحمدي، اللي غادي يصوتوا عليهم باش يمثلوهم في البرلمان، اتقوا الله في انفسهم. كنقول لهم اتقوا الله في انفسكم، وشوفوا من حال هاد الناس هادو، وحاولوا توجدوا لهم الارضيه اللي عيش كريم باش يعيشوا عيش كريم. وعلى الاقل حنا ما غاديش نقدروا نقضيو على الفقر هذا، على الاقل حفظوا لي ماء الوجه ديالهم. ورسالتي اخيره، انا رسالتي الى الشباب، يعتنيوا برؤوسهم وياخذوا المبادره، وما يبقوش يتسناو شي واحد انه غادي يدير لهم شي حاجه ولا غيحقق لهم شي حاجه. يحاولوا ياخذوا المبادره من نفوسهم. وراه كاينين جوج طريق، كاين اليمين، وكيما قال اليسر كاين اليمن وكاين اليسر. خلى واحد الصديق كنت كنناقش معاه قبل من التصوير، راه سوا تختار اليسر ولا تختار اليمن. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.